والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه البدء نيابة عن أهل الميت، نتقدم بالشكر الجزيل لأهل بلدنا. أسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يوفقهم للخير، إن قاموا حفظهم الله تعالى ورعاهم بنقل هذه الجثة وشيئة هذه الجثة بين أيدينا. والحمد لله قد اجتمع أهل أسفنغان وغير أهل أسفنغان على دفنه، فنسأل الله تعالى أن يبارك في أهل بلدنا وأن يوفقه للخير، كما أسأله جل جلاله أن يحفظ لنا ملكنا محمد السادس وأن يوفقه للخير وأن يعينه عليه. ثم أهل البلد يسلمكم معكم النقد للبوليس المغيقوم جزاهم الله خيرا، ترتيب كرشي جزاهم الله كل خير، قرس الأجر نوم عند الله تعالى. ثم الصدور اللي بحضان مرة جزاكم الله كل خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سيع جنازة مسلم ثم اتبعها حتى يصلى عليه فله خيرات، ومن اتبعها حتى تدفن فله خيراتان. سئل النبي الكريم عن الخيرات قال مثل جبل أحد ساكنا لوالدي الوالد الزنيدة. وأجل يحفظ رب العالمين وشيخ عليه ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فاصبروا واحتسبوا. قال الله تعالى ذي رب العالمين البركة في وليد النسل، ذي رب العالمين البركة أيضا في ثروة حفظكم الله. باب وكل الناس داخله، فما من نفس خلقها الله عز وجل إلا كتب الله عليها الموت. ولذا قال الله عز وجل كل نفس جل جلاله وجاءت سكرة الموت بالحق، وقال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إخواني منش نهارا نودع الأخ نغي الياسد يحبر بيض يسلو بنورش نودع نودع. فإذن إخواني حفظكم الله ورعاكم من ذا نغيت واسبخ الآن وهو أن نخلص له مرحبا. هذا سنديش دعاي الصباح إن شاء الله، لعل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، كما نسألوا عز وجل أن يرحمه. فلنا إخواني بارك الله فيكم مرة أخرى ولد الناس إلى الناس ولد الناس أسمو شرف العالمين الصبار. لعل دارس بعد ذي بضا يجنون نغني بعد ذي بضا اللي راح وتعرس اللي يقيم يجن دير واجون ويضعب واجون إلا يتيري جن الحرارة. ولكن حفظكم الله يا ذنوب والخطايا كما ينقص الله الابيض من الدنس. اللهم ان كان محسنا فكن في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن اساءته. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الاسلام. اللهم اجعل خبره روضة في الجنة. آمين. اللهم ثبته عند سؤال الملكين. آمين. قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحفظت يا معشر الشباب يا إخواني قول نغى يا بحندام يا بحند الله أقشعر بحلام عند الخبرة تأخر. أول سؤال شين الملائكة من ربك؟ فالمسلم يثبته الله يقول ربي الله أسين ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك وماذا تقول كرجل نفسه فيكم؟ فيقول محمد رسول الله آمنت به وصدقت بعلمه. اللهم آمين في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر الخير وأعينهم عليه ديما عليك الامن يشغل قران يا معشر الشباب. الامن يشغل قران حتى تعرف وكيليا في على تريسي تبعوها. لا الامن اقسم العظيم اشكر الله واشكر اهل البلد بخمس الامن النش. نسال الله تعالى مره اخرى ان يحفظهم وان يجعلهم دائما نور ومناره مشعله للبلد للقريه. لا
هذه يعني هاني فمين الجامعة ومش زين لاباس بخير جنز جنزان الياس مزيان ايوا قعنا كلنا انا لله واله لا اله الا الله اسم ربي سبحانه وتعالى.